مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة. ونذكر المشاهدين بأن معنا هنا في الاستديو الأمين التنفيذي للعالية الإفريقية للتقييم بين النزراء السيد دنيا سنجمة، الذي سنستضيفه في هذه النشرة وسنناقش معه عن الاجتماع الدوري للعالية الإفريقية الذي سيعقد يوم غد بالعاصمة إنجمينة. سيد دنيا سنجمة، أنت طبعا الأمين التنفيذي سكرتير إكزيكتيف بتاع العالية الإفريقية أي ميكانيزم أفريكان للإيفالياسيون للتقييم، وعشان كده علينا اليوم نرحب بك، يعني نقول لك مرحب في تيليتشات. شكرا. السيد دنيا سنجمة، طبعا إنجمينة عم باكر يعني تأكير او تستضيف زي ما قلنا اجتماع، هنقوم الاجتماع ينظم كل وقت فيما يتعلق بالآلية الإفريقية او الميكانيزم الأفريقي. قبل كل شيء نعرف ذاتك، الآلية الإفريقية ده او الميكانيزم الافريقي ده وذاته شنو؟ توضح لنا. شكرا لك. ان شاء الله فطرت عيدت بعافية. شكرا. مشيت في جميع صلوات سألت الله يعطينا عافية على جلدنا وعلى بلدنا. هو شغل كان هذا ميكانيزم افريقي لاننا كنا خدمه فوق ده. هو شغل نظام خطو رئيسنا بلدنا افريقيا ده. قام لهم بسنة 2003. وقالوا قال هو اول ده ما نصارى دول ناس من اخر يجورون الشغل ده قاعد سودا اجيل ده قاعد سودا ما اجيل كي كي رئيس انا بلدنا افريقيا ده قال هم ناس ده ام بيناتهم اخوات بس لمو شغل كان سيتي اجيل يورو بيقول سيتي اجيل واخرين يقدروا يتابعوا شغل كان ما سيتي اجيل يكتبوا في كتكت في راكور ديفاليوشن وانت تقول انا نقدر نسوي شغل ده عشان نبدل للشعب يقعد يقعد في الكونديسيون اخر كوا دونك ما يبدا هو شغل ميكانيزم افريكان ده قاعد نخدم فوق نسوي شغل انا ايفاليوشن نشوفوا شغل العديل شغل الما عديل وكيف نقدر ننظموا نعدلوا ونحطوا ده كله في كتكات ونشوفوا بلان داكسيون ده كيف نقدر نسوقه. ايوه، اذا فهمنا انه الميكانيزم الافريقي والاليه الافريقيه للتقييم بين النزراء هي مبادره انيشيتيف يعني حق الافارقه الافريقيه، يعني اكيد طبعا يساعد في الديفلوبمنت في التنميه افريقيا بصفه عامه وخاصه تشاد. عشان كده عم باكر طبعا اكيد في دوسيه في ملفات كثير افوري بريزونتي تقدر تورينا يعني اهم الاشياء المهمه اللي عم باكر يكون في الاجتماع ده. هو لما دا أسا قريب 4 أو 5 يوم دخلت ديفانا قمو جايجو وايدين قمو من أفريقيا دي سود وايدين من كينيا وايدين من إثيوبيا من جيبوتي عليهم أشياء ده ناس وايدين من ألجيري جو فوجور ده ناس وايدين من إيجيبت جو ديفانا يجو كتير كان جو كل كده يفوت شغل 150 ديفان من بلد أنا أفريقيا ونمو ده من أمباكر نلمو ده نلمو أنا سبوايت نكمل ده متلسبي ده الجايد ده ولا من ندم امباكر نفكروا ناخذ في كيف شغل الجاي نادو ايفالياسيون ده جاي سون من خطو مايب ميكانيزم افريكان ده من خطنا من اليوم ده اسكو جاي سون ده جاي يمشي عديل ولا شغل وين نقدر نبدلوه عشان نلقى زياده منا ولا نسوق كيف. دونك امباكر ده عندنا من الساعه 10 نعم من الساعه 9 لغايه الساعه 6 انا شيء ده نقول الا ناخذ في الكلام ده وام بكره كده اخرين لما اخرين في ناس جاي ناس مش اللي جاي ونونا بارتنر استراتيجيك دول ناس انا بنود كان ناس انا بنك افريكان دو ديفلوبمون كان ناس انا كوميسيون ايكونوميك دي ناسيون زوني بور لافريك دول هم زاد جاي جو ناس انا يونيو افريكان كل جاي جوني ولوم نشوفوا كيف نقدر نسو ميكانيزم افريكان ده مش قدام ويقوينا بلد. كلامك كلام مهم جدا. زي ما قلت هسه الشركاء يسموهم البارتنير الشركاء سواء شركاء في افريقيا او في اوروبا دول كأوبسرفاتير مراقبين عشان يشوفوا الميكانيزم قاعد يعمل كيف وعمل ماشي كيف. دول نعرف برنامج هنتشات بالذات يعني في اليوم الامس ومن ام باكر ام بكره ومتى الاربعاء ده كل ده قاعد ناخذ في قمم انا ما يبقى جلوبال ومتى الخميس لمو ده ده انا تشات انت الجدي 20 وايت انا جون ده لمو نشوفوا الرابور انا تشات ده ما سو اول في سنه 2016 وانت الجانفي ان جانفي سنه 2017 رئيسنا مشى في اديس ابيبا قام سوا بريزنتاسيون لرئيس اخرين
والصفام قال دبس قوم من تشاد يبقى ما يبقى القدره انا تشاد وبخان تشاد ما قاعد سيادير كده قوه الصفام كلك يعني اسو هنا ده امتى الخميس ده وصفوا للشعب يقولوا شغل اصلا دورون سودا قاعد في رابور ده وانا 5 سنة الجاي ده نسوخ هم كتبوا في الرابور ده عشان بلدنا يمشي دي جميل. يعني زي ما ذكرت خطة الوطنية أو بلان داكسين زي ما قلت حق دولة تشاد، وده يهمنا هنا أنك تشادين ده مهم لنا جدا. وأنت في رأيك الخطة ده أو البلان داكسين سواء الرئيس قدمها أو أنتم يوم الخميس قدموا ده، في رأيك أنت قبل ما طبعا يعرضوا تقدر تورينا رأيك شنو فكرك شنو في البرنامج تشاد ده؟ نو هو رابور لما وقت سودا سو رابور عديد مرة كان نادم قرر يعرف قدر رابور سو مشوا للشعب سالهم قال مش في ديمقراطيه ده فكرك شنو في الديمقراطيه اللي يمشي في تشاد ده وفي شغلنا ليكول في شغلنا الزراعه كلك سالوا شعب قام ورا فكره قا وجو لهم فكروا بانفورماسيون اخرين اللي يقولوا كي كده ناس هم جاي نادم اكسبير افريكان دول جو نم من سوما انا شعر وايت سني وقت شعر وايت مشوا هم ذاتك سالوا للشعب فكرهم بس كان شغل كتبنا اول فكره كدهم من ذاتهم يشوفوا كلام ده صحيح ولا ما صحيح. وكنت سو كل كده ده سو رابور ده الرابور ده رئيس جما وصف لي لرئيس اخرين دول وفي الرابور ده تلقى شغل التشات قاعد سي عديل وبلد اخرين يقدروا يتعبوا ولا يستفيدوا منها مش الشغل اللي جاي نادو كادر ناشونال دي ديالوج بوليتيك ده. نعم طبعا ده في دار الناس كان حجينا كلام في التشات ناس انا ماجوريتي انا اوبوزيسيون كاي لومو كاي خد مساواه اكسترا دا دار اخرين ما قاعد سوكي ولكن شغل اخر اديل كدار في دار اخر ما قاعد سودا في كان شهر ماده رئيس قاعد لوم الناس اللي قاعد يخدموا في السانتي ويحجي معاهم يشيل شغل اللي قاعد يمشي شغل ما يمشي ده انينا في ميكانيزم افريكان اللي قاعد نادو بون براتيك وبون براتيك ده كان في دار في ده واجب دار ده يوصف على الاخرين عشان الاخرين كلهم يقدروا يسووا. نعم لكن كان الشغل مش في دارنا ده كان مش الفابليس ما كان سو عديل في كل ان ذا سوليسيون في بلان ناسيونال داكسيون نقولوا سو كي ده يبقى عديل. اذا يعني فكره جميله زي ما ذكرت ان الميكانيزم افريكان او الاليه الافريقيه يعني هم ينظروا في اي دوله شغل العديل شنو المعايير شنو العديل في الدوله ده الدوله الاخر ممكن تستفيد منها لكن الميكانيزم افريكان ذات هي الاليه الافريقيه للتقييم هي دورها ده يعني رول حقها بالنسبه للدول الافريقيه ده هم ما عندها بوفوار تقدر يعني اول السلطه تقول للدوله ده انت لازم تسوي وما لازم تسوي هي بتسوي مثل اوبزرفاسيون او ملاحظات ومراقبات هل تشوف يعني رول حقها او دورها شغل قد تكون فوق هل مهم جدا عشان ما تقدر تضغط للبيد دول لازم يسووا شغل عديل؟ هو شغل داخلين في ميكانيزم افريكي ده داخلين ب ب فولونتير ب رغبه ها انت تدخل فوق بني هناك ها بني هناك تدخل فوق وكنت دخلت فوق شغل فيه تقولوا الشغل ده يتسي مش الكي قبل ما تسي فوق الرابور من سيتي رابور رئيس بدنا نمشي قدام راس اخرين نقولوا انا ده في داري ده شغل مش ده عديل شغل مش ده ما عديل شغل مش ده نقدر نسي عشان نعدي اللي بهندك هي نم نوري شيل كلام في قدام راس اخرين وابري كان مسؤول ما عديل زي ده ما ميكانيزم افريكان ما عندك قدره كي يقول لك كما سيتي نسي لك شغل مش ده في بلدك ده ما في لكن اي ما رئيس يعرف قدر هو كان مشى للرئاس اخرين ورام كلام ده واجب كان قبل ده ناس يسوق طبعا هو الميكانيزم الافريكان او الاليه زي ما انت ذكرت اصلا برنامج الرئيس قدمه ولا الدوله الثانيه عندها شغل شيء كويس هي تجي تلوم وتقدمه تطرح للناس الاخرين يستفيدوا منه ده كلام جميل وطبعا ده شرف لتشات اونير شرف لتشات ونظموا الاجتماع ده هنا وان شاء الله نستفيدوا منه ممكن كلمه اخيره عشان درنيمو عشان قبل ما درنيمو ده ما يوم الخميس ده مش قاعد نوري الرئيس نسي شغل مش قاعد ندور لانسمان انا ميز ان اوفر انا بلان داكسيون ديشن شغل اكسيون دول خطينا في رابور ده واجب كان مينيستير دول كان ناس انا اوبيراتور ايكونوميك دول كان ناس انا او ان جي دول يا تو كل بقدر اقدر يقدر يسوي شغل الخط في بلان ناسيونال داكسيون ده و سنه واحد ولا سنه اثنين رئيسي قبل يمشي في قدام رئيس اخرين يقول لهم يهود شغل الجديد سيتها لغايه من وقت يوم حجر لكم كلام رابورا قلنا لغايه اليوم ده دونك يوم الخميس ده وقت رئيس كما سواد ديسكورا قال خلاص
lancer mise en œuvre un plan d'action da wajib anina kullina ke ngum be gudra wayt ke so shoxol nshufu shoxol al gayt foga dal ayma nad ngadder sey shoxol sey sey shan plan d'action da ngi shoxol nagdor nshufu ko izen jamil jiddan yani da nida aw yani zama gal appel inta wajhat lil مواطنين او مختلف التجمعات سواء النقابيه او تجمعات المجتمع المدني والاحزاب السياسيه عشان يدعموا يسوتينير البرنامج ده exactly. نعم عشان تشات تستفيد اذا مشاهدينا الكرام كما تابعتم معنا الاخ دنيا سنجمان هو الامين التنفيذي للاليه الافريقيه للتقييم ما بين الوزراء وطبعا يعني كان عندنا ضيف للاخبار لهذا اليوم وناخذنا معه حول الاجتماع الذي يقعد يوم قديم وتنطلق فعاليتي الى ان تختتم اذا نشكره شكرا جزيلا باسمكم وان شاء الله ممكن نلتقي من يوم ثاني ان شاء الله في اوكي قاعد بس يوم تدورون نادون ونجي لكم شكرا جزيلا عفوا بمناسبه اليوم العالمي لمكافحه الجفاف والتصحر والذي يصادف اليوم 17 يونيو قامت مديره اداره الغابات برفقه عدد من عمال وزاره البيئه بغرس اشجار بمنطقه قوي وتفقد مشروع الحزام الاخضر الزميل آدم حنفي رافق الوفد وعد التقرير التالي تاريخ 17 من شهر يونيو لكل عام هو اليوم العالمي لأنشطة محاربة التصحر الأمر الذي دفع بمديرة أنشطة إدارة القابات بوزارة البيئة زغلوجينا بزيارة الحزام الأخضر وذلك بهدف قرص شتيلات تسهم في زرع الأشجار بمنطقة قوي وذلك دعما لسياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى محاربة التصحر الرئيس بس بنا يعني أنينا نشولو نشدد فوق مش الحقنا ندافو ليا ما نخلو الزناس الجو تيربو كل ما بخلو بمشو يعني أي مسانة نقبل نجي نشوفو شنو الحسن أشدر ونو قمة الونو ما قمة يعني نقدون نستادلو من جانبه النور علي مسؤول مشروع أكاسيا لمحاربة التصحر بالساحل قال إن عملية قرص الأشجار هي عملية ضرورية لحياة الإنسان والبيئة معا وفيما يتعلق برعاية الحزام الأخضر تحدث هارون سعيد وهو مسؤول حراسة الأشجار بالمنطقة طالبا الجهات المعنية أن تقوم بدفع رواتبهم المستحقة لهم دبي الله يبارك جاملة سنتير بير ناكل فوق شيء 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 للشعب عاونهم الله يبارك وأنينا اليوم 3 سنة ما لقينا قرص ده بس قلبنا شيء كان نغز ما أدري كم يوم أنينا نهاردك البوت جو كله 80 ده أنا بزوديتها شلنا أنينا بس قلنا أنينا أبونا دبي أمنا كل دبي ومن المعلوم أن عملية محاربة التصحر اقترحت منذ عام 1976 وتشاد تعتبر من أبرز الدول التي تسعى من أجل محاربة التصحر وطنيا وإقليميا تطبيق الحكم الرشيد وحول هذا التقرير الذي سيقدم مقدم فقد عد لنا الزميل خليل حسن صالح الورقة التالية إن التقرير النهائي للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تمحور حول 3 نقاط وهي الديمقراطية وسياسة الاقتصاد وإدارة المؤسسات فيما يتعلق بالديمقراطية والشؤون السياسية فقد لوحظ هناك تقدما غير مسبوق في الإطار القانوني ومؤسسات الدولة العاملة في مجال ترقية الديمقراطية ودولة القانون التي أصبحت حقيقة ملموسة في تشاد وتقسيم السلطات وفقا للدستور الجديد للجمهورية الرابعة والعمل على حل النزاعات جعل الحكومة تمضي قدما في تطبيق العديد من البنود الدولية والإقليمية التي تؤكد حماية الحقوق السياسية والمدنية وبخاصة حقوق المرأة والطفل وكل الشرائح الضعيفة وتعد بادرة الحوار الوطني للأحزاب السياسية مثلا يحتذى به في مجال حلحلة المشاكل السياسية عبر الحوار بين القوى السياسية وفيما يتعلق بإدارة الاقتصاد فقد التمست الآلية أنه رغم الصعوبات المالية إلا أن البلاد قد تعهدت لإزاحة المشاكل وتحسين الوضع الاقتصادي حتى تكون تشاد في مصاف الدول المزدهرة وهناك العديد من القوانين القضائية الجديدة لتسيير وضمان إدارة رشيدة في تشاد وفيما يخص الاقتصاد فقد عانت تشاد من ضعف في البنية التحتية والمؤسسات العامة رغم بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين وأسعار النفط بدأت تتحسن قليلا كما أن البلاد تعاني من ضعف في إنتاج الأيدي العاملة
ويعتبر هذا التقرير النهائي للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تقرير يمنح تشاد فرصة لتسجيل خطوات جديدة وإضافتها إلى تلك التي بدأها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو منذ تسلمه لولايته الحالية. قدم صباح اليوم الناطق باسم التجمع النقابي للقطاع التربوي السيد إبراهيم يونس علي قدم حديثا صحفيا أعلن من خلاله تعليق الإدراك واستئناف الدراسة بدءا من يوم غد الاثنين، وذلك بهدف إنقاذ العام الدراسي وتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية، مناشدا في الوقت ذاته الحكومة من أجل مواصلة الحوار مع مختلف التجمعات النقابية بقية إيجاد حل شامل للأزمة. نتابع ما جاء في الحديث السافي في ميكروفون الزميل محمود موسى الفيل. التجمع النقابي اتخذ قرار باتفاق مع مختلف مراكز النقابات في جميع المتطلبات التي تم التعبير عنها. وفي الواقع التجمع النقابي يفضل مصلحة التلاميذ، ما هم إلا أبرياء في النزاع بين الحكومة والنقابات. وعليه قرر التجمع النقابي تعليق الإضراب من أجل أن يسمع تنظيم الامتحانات والمسابقات، وذلك لتسهيل إجراءات المناقشات مع الحكومة. والتجمع النقابي يدعو الزملاء المناضلين وكذلك المتعاطفين أن يستأنفوا النشاطات ابتداء من يوم الاثنين القادم بتاريخ 18 يونيو 2018. ومن ناحية أخرى يطلب التجمع النقابي من الحكومة أن تستأنف الحوار المخلص مع النقابات. وللتجمع النقابي يعتبر هذا الفعل كمهلة في صالح الحكومة من أجل إيجاد حلول لكل المتطلبات. بمناسبة يوم الطفل الإفريقي، فقد نظمت كنيسة سان جوزيفين مهرجانا ثقافيا للأطفال، وذلك بمقر الكنيسة بحارة أترون. المناسبة حضرها عدد من الأساقفة وأتباع الكنيسة. الزميل محمود موسى الفيل حضر المناسبة وفنى بالتقرير التالي. ضمن الاحتفالات بيوم الطفل الأفريقي الذي يصادف 16 يونيو في كل عام، وبهذا الشأن فقد نظمت كنيسة سانت جوزيفيت باكيتا الكائنة بحي عطرون بالدائرة السابعة مهرجانا ثقافيا للأطفال بمناسبة يوم الطفل الأفريقي، حيث شهد المهرجان العديد من الفقرات، منها مسابقات بين المدارس في المعلومات العامة وكذا عدد من المحاضرات والدروس حول الزواج المبكر وأضراره الصحية وكذا ختان الإناث وتعليم الفتيات. فستيفال أجينادا للوتي contre yala dola alga yakudum be sakeranom o yala dola alga taurum sena festival aginada le ni sensibiliser a bona yala dol yana yala dol kalu uman bas kurbu yala danom yeduke yala danom le ambakur yabu kabir uman kuli saidum wala kali yakudum kali binay wala sakerda yabga kabir يسي اتيدانو لامباكر كولو يسايدا ابانو ما يانو. هذا كما شهد المهرجان فقرات من الشعر والاناشيد من قبل فرق الاطفال المشاركه. وفي نهايه المهرجان وزعت للاطفال الفائزين في المسابقه التي نظمتها كنيسه سان جوزيفيت باكيتا بمناسبه يوم الطفل الافريقي جوائز متفاوته على حسب الترتيب، وذلك تشجيعا للأطفال للمشاركة في المسابقات اللاحقة. احتفلت مساء أمس إدارة المدرسة الإنجيلية بالعاصمة جمينة احتفلت بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب المدرسة، كان ذلك بحضور عدد من الأساقفة وأتباع الديانة المسيحية. محمد صالح الحسين كان في هذه المناسبة وعطى التقرير التالي. مدرسة الإنجيل إس جراس هي إحدى المدارس التابعة للكنائس الإنجيلية
احتفلت بتخريج الدفعة 12 وذلك بعد دراسة لمدة عامين في علوم الديانة المسيحية. وبهذه المناسبة تحدث مدير المدرسة دافيد ميالباي، والذي قال إن هذه المدرسة أسست منذ عام 1992 بأنجمينا، وخرجت عدد كبير من الأساقفة الذين ساهموا بدورهم الفاعل في نشر وتعليم الديانة المسيحية. وبعد هذه الترانيم التي تعبر عن صلاة أتباع المسيح، تم توزيع شهادات تقديرية للخريجين من هذه المدرسة الإنجيلية. في إقليم البطحاء قد احتفل المسلمون على غرار إخوانهم المسلمين في تشاد بعيد الفطر المبارك، وذلك بحضور حاكم الإقليم وعدد كبير من المسلمين. محمد طاهر جبل الحور كان حضر المناسبة وأدى التقرير التالي. عيد الفطر المبارك في مدينة آتيا البطحاء، منذ الصباح الباكر توجه الآلاف من المسلمين صوب المسجد الكبير الواقع بحي العرب، لابسين الجديد ومكبرين ومهللين من أجل أداء شعيرة صلاة العيد الجامعة. ساحة المسجد اكتظت بالمصلين الذين كان من بينهم رجال الدولة والدين والشيوخ التقليديين والمسؤول الأول بالإقليم الحاكم علي آدم عبد الله. أكثر من ساعتين والمسلمون يكبرون الله بالصيغة الشهيرة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. وما أن وصل الإمام الشيخ أحمد خالد منوفي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم البطحة، وديت الصلاة على صفوف تملأها السكينة والإطمئنان. ومن ثم قدم الإمام خطبة دعا فيها المسلمين إلى الوحدة والترابط والإكثار من فعل الخير، كما دعا الله أن يحفظ الإقليم ويزيل عنه كل أسباب سوء التنمية وعدم الأمن، لا سيما ظاهرة قطع الطرق وسرقة السيارات التي تعاظمت في الآونة الأخيرة. وفي الجانب الرسمي من العيد، استقبل الحاكم علي آدم عبد الله بمقر إقامته المهنئين، في مقدمتهم رئيسه وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم البطحاء، ثم المسؤولون الإداريون والعسكريون وشيوخ الحارات وغيرهم. كلهم عبروا عن تمنياتهم بالصحة والعافية والتقدم لبلادنا الحبيبة. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يسأل كل مسؤول عن رحيته والقيام ضيع أم لم يضيع، ونرجو أن يكون الجميع ما ضيع، لأنك ما ضيعتم الأمانة وعدلت فيها بمشيئة الله أنت في الجنة. حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله في معرض رده دعا العلماء إلى مزيد من التضرع وتلاوة القرآن. الناس في أتوكل للفتح السلام، سلام فيه آفي فيه، الناس كل يستقروا يقدر يمر لمنطقة لمنطقة يعيشوا بالسلام. لكن كان بيجي ما فيه يعني يقول بيجي بيقلي ولا أوضي بتهديد دمك أنه الناس أبو حكمة المناسبة برفع أكف التضرع إلى الله ابتهالا ورجاء. واستمر الحاكم في استقبال المهنئين طوال نهار العيد. إن استخراج البطاقات الوطنية في الآونة الأخيرة أصبحت صعبة، وذلك بسبب تعطيل الأجهزة أحيانا وندرة المواد القام أحيانا أخرى، مما بات يشكل قلقا للمواطنين. الزميل محمد طاهر صالح قام بجولة تفقدية لمختلف أقسام استخراج البطاقة الوطنية وعد لنا التقرير التالي. تعتبر البطاقة الشخصية من أهم المستندات الضرورية لكل فرد لإثبات هويته الوطنية، ومن هذا المنطلق فإن الطلبات لإخراجها ازدادت في الآونة الأخيرة، إلا أن الحصول على البطاقة أصبح صعب المنال بسبب تعطيل العديد من الأجهزة والطابعات التي تستخرج هذه الهويات، واختصر أمر إخراجها حصرا في العاصمة إنجمينة بدلا أن كانت في كثير من أقاليم البلاد الكبرى. وأصبحت المفوضية المركزية الشرطة هي الجهة الوحيدة لإصدار هذه البطاقات، ومع ذلك إلا أن طلبات العرض تفوق طاقة الرد في الوقت الحالي.
في الوقت الراهن 3 أجهزة حاسوب تعمل من ضمن 40 جهازا مخصصة لهذه العملية. والمشكلة التي يعاني منها القائمين بأمر البطاقات أنهم قدموا احتياجاتهم للجهات المسؤولة، إلا أن هذه الطلبات لم تجد آذانا صاغية من قبل المعنيين. خاصة كومنتو شفتوا له سانتر راه هذا قيل قريب يقف وعمل قايلين كل تلفانين خاصة الله إمبريمان دوات وداخل إمبريمان دوات إمبريمان الله تلف هذا عند سنتين كتبنا مرة كثير وما أنتونا ريبونس إمبريمان الله واقف هذا فضل لنا إمبريمان الوايد ده بس للسيتوين كلها أنا جات دونك الديماند بي كثير وامبريمانت الوايد ده ما يقدر يعطوا يساتسفير ديماند وامبريمانت الوايد فضل لكولا تعبان طلب قايد دونك يقرأ كي لانسي أبل وايد لإيطا عشان يخار لنا ماتريال عشان يخار لنا ماتريال يجب لنا كونسومابل لي شعب كولا ننتم حسا شعب تتابانين كارت مغاين لقي أجل الكلام ده كاشان شعب كولا يلقو كارتة أول عندنا أسانتر سكوندر دول برا مندو دول أبش دول سار دول كلها سدنا كلام شنو كلام ما عندنا ماتيريال من 2014 لها صدا ماتيريال واي ما لقينا نون كاسا كده قاعدين لان 2018 ماتيريال الغاية نخارهم فوق كلها تلف كاسا ده بس فضل وايدنا. هذه الحالة تتيح الفرص للمزورين والمتلاعبين بالهوية الوطنية بشكل غير رسمي، فعلى المهتمين بالأمر تدارك الموقف ومد المركز بالأجهزة الكافية كي يتسنى للمواطن إيجاد بطاقته بكل يسر دون عناء. أما في الصفحة الرياضية فقد أقامت اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية أقامت معسكرا تدريبيا للرياضيين التشاديين الذين سيمثلون البلاد في الألعاب الأولمبية للشباب دورة 2018 التي ستقام في الأرجنتين، وذلك في إطار التحضيرات لحاز العرس الرياضي العالمي الكبير. الزميل آدم حسن المكاوي الذي يتابع تدريبات الرياضيين التشاديين وفانا بالتقرير التالي. بعد نقطة التجمع في استاد إدريس محمد أويا انطلقت مسيرة الاستعداد والتحضير للشباب الرياضيين من أجل إعداد جيد للألعاب الأولمبية للشباب المزمع انعقادها بالأرجنتين. نقطة البداية والمرحلة الأولى لمعسكر الاستعداد والتحضير بمركز استقبال القساوسة بباكراء سيأخذ فيه رياضيين 15 يوما للتحضير المبكر، اختيار نشاد به مدرب الكاراتيه كاغير الذي أشار إلى أن هذا المكان هو الأنسب للقيام بالتدريبات بكل هدوء وراحة بعيدا عن ضوضاء المدينة. وقبيل المشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب قدم المدربون ورئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية وصايا وتوجيهات للرياضيين، كما أكد رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية أبكر جرما بأن هذا التجمع سينشئ التلاحم والتواصل فيما بين الشباب، وذلك نظرا لقدومهم من مختلف الفدراليات الرياضية بالإضافة إلى إقامتهم سويا لمدة 15 يوما وهذا خارج الإطار الرياضي. كما أفاد جرمة بأن المعسكر سيكون فرصة للتشجيع النفسي للشباب وحثهم بترقية المواطنة وذلك بتمثيلهم البلاد وتسجيل أسمائهم في تاريخ البلاد بتحقيق أفضل النتائج. المشاركون في هذا المعسكر جاءوا من 6 فدراليات رياضية وهي الجودو والكاراتيه والتايكواندو ورياضة سباق الجري ورمي القوس والمصارعة التقليدية ليكونوا في مواجهة التصفية واختيار الأفضل. ونختم هذه النشرة بقراءة هذه البرقية. قدمت حاكم إقليم مندول ليسي بياسوندا قدمت برقية تهنئة لرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو وأعضاء الحكومة وللشعب التشادي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية وللبلاد مزيد من التقدم والازدهار. مشاهدينا الكرام بقراءة هذه البرقية نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.